تحية وسلام. يسعدني أن أذكر لكم أن مذكراتي الموسومة رحلتي في الطب والحياة قد صدرت في بغداد بأجزائها الأربعة. يحوي الجزء الأول رحلة حياتي منذ الولادة والدراسة ما قبل الجامعة، ثم رحلة الطب، وبعدها رحلة التخصص، ومن ثم عملي في الجراحة العصبية في العراق. يحوي الجزء الثاني فصول لن بلغت 16 فصلا في مجالات علمية وبحثية وثقافية، وكذلك ما حدث بعد الاحتلال عام 2003، حيث هناك جمعية إنقاذ وتطوير بيئة وحضارة العراق، وقصة اختطافي في عام 2004. اختص الجزء الثالث بعملي في الملحقية الثقافية العراقية في واشنطن، وفيه تفاصيل نشاطاتي الرسمية والعلمية والثقافية. وأخيرا الجزء الرابع الذي يحوي تفاصيل منظمة توفيق التي أنشأتها في أمريكا، وعددا من محاضراتي وندواتي الثقافية، وكذلك هناك فصل وثقت فيه ذكرى راحلين من أساتذتي وزملائي، أما الفصل الأخير ففيه ما قيل في الخليلي من نثر وشعر بما جادت به قرائح إخوتنا أعزاء. رحلتي في الطب والحياة هي صور حياة فيها إخفاقات ونجاحات وذكريات وأحلام منذ الولادة وحتى تقاعدي. إنها رحلة لحياتي الاجتماعية والأكاديمية والطبية. أملي أن تساهم هذه المذكرات في توثيق جانب من جوانب حياتنا في العراق، وكذلك أن تكون درسا لشبابنا في اتخاذ القرار وتخطي الصعوبات لبلوغ الهدف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.